مرحبا، انا عبد الله الكثيري. تمر على الواحد احيانا اماكن يحتاج ويتمنى ان الكاميرا تكون معه علشان يوثق اللحظات واللقطات الطبيعيه اللي يشوفها بعينه. دائما انا وين ما رحت الكاميرا تكون معي، اصور اوثق حياتي الشخصيه. ولكن هالمره اتمنى انكم تشاركون اللحظات السعيده اللي عشتها خلال الكاميرا اللي اصور فيها، واتمنى اللقطات هذه اللي بتشوفونها الحين بعد شوي تعجبكم وتنال على رضاكم. تحياتي لكم واوقات سعيده.